تجمع عمالي بساحة محمد علي للاحتجاج على مشروع قانون رفع سن التقاعد ودعوة الحكومة إلى احترام الحوار الاجتماعي والتعهدات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. الصحافة زمن النزاعات والإرهاب والمعادلة بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة محور اليوم الختامي لأشغال ورشة عمل بالعاصمة. في العراق مقتل 70 مسلحا بينهم قيادي فيما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في ضربات للتحالف الدولي على مواقع في الفلوجة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. شهدت ساحة محمد علي بالعاصمة صباح اليوم تجمعا عماليا احتجاجا على مشروع قانون رفع سن التقاعد الإجباري، كما دعا المحتجون الحكومة إلى ضرورة احترام الحوار الاجتماعي والتعهدات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. حول هذا الشعار تجمع عدد هام من الشغالين بساحة محمد علي الحامي مطالبين الحكومة بالتراجع عن مشروع قانون الترفيع الإجباري في سن التقاعد، مطلب أكد عليه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، الذي أشار إلى إخلال الحكومة بتعهداتها والتنكر للاتفاق الحاصل بينهما حول التمديد الاختياري في سن التقاعد بسنتين أو بخمس سنوات. على الحكومة أن تحترم هذا الاتفاق، احنا اتفقنا انت معناها تبادلنا الاراء وفهمنا موقفنا الى كل الاحزاب التي عندها معناها نواب داخل برلمان الشعب، ايضا اتفقنا باش نلتقي بهم ان شاء الله مش يكون هذا يوم الجمعه القادم 3 جوان ايضا من اجل معناها ايجاد مخرج لهذا الوضع. واكد حسين العباسي وجود مغالطات من طرف وزير الشؤون الاجتماعيه محمود بن رمضان حول جرايه التقاعد وتقديمه لمقترحات جديده مغايره تماما لما تم الاتفاق حوله، مشيرا الى ان وزير الشؤون الاجتماعيه غير قادر على فهم ملفاته واداره الشان الاجتماعي. معروف عن وزراء الشؤون الاجتماعيه هي قدرتها على استنباط الحلول من اجل ايجاد معناها مخارج لكل الإشكاليات التي تطرح. للأسف الشديد أن هذا الوزير يجي كان باش يعمق ويزيد باش كان معناها يزيد معناها على المشاكل لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. تجمع عمالي دعا أيضا الحكومة إلى احترام الحوار الاجتماعي والتعهدات المبرمة مع المنظمة الشغيلة والالتزام بها والمتعلقة أساسا بإيجاد حلول ظرفية للصناديق الاجتماعية قصد إنقاذها من الإفلاس. ماناش مستعدين أنه الحكومة تقرر من جهة واحدة دون استشارة الاتحاد العام للتونسي للشغل، دون التفاوض مع العمال، دون التفاوض مع الاتحاد حتى نضمن التقاعد. كنا نحن على علم وعلى دراية أن التقاعد تمر بصعوبات، لكن ما هيش الحكومة وحدها اللي مش تنقذ الصناديق. هذا وجدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي استعداد المنظمة للتفاعل الإيجابي من أجل المحافظة على الصناديق الاجتماعية، وطالب بتشريك كافة الأطراف الاجتماعية لإيجاد الحلول لإصلاح منظومة التقاعد. إعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة إضافة إلى مدى التقدم الحاصل بخصوص ملفات المصادرة كان محور اجتماع رئيس الحكومة لحبيب الصيد بوزير المالية سليم شاكر، كما تناول اللقاء مجال الديوانة وتقدم مشروع تطويرها والاستغلال الأمثل في الاستثمارات الموضوعة على ذمة المعابر قصد تعصيرها، وذلك وفق البرنامج الحكومي الرامي إلى مقاومة التهريب ودعم الاقتصاد الوطني. في موضوع آخر، وفي إطار مهرجان ورود الرمال برمادا تم تنظيم معرض تجاري واقتصادي، معرض لقي استحسان متساكني الجهة وساهم في تنشيط المدينة. هي الدورة الأولى التي ينتظم فيها معرض اقتصادي بمعتمدية رمادا، يأتي في سياق النسخة 16 لمهرجان ورود الرمال بهذه المدينة. أول مرة معناها نعمل معرض رمادا معناها بطلب من إدارة المهرجان تاع رمادا، ولبت لهم الطلب وجيت عرضت لهم معناها هنا معناها كنوات أولى عملنا كتجارة وكدورة معناها كذا ناقصين معناها خاطر على البعد
حتى بعد المسافة نتاع المعارض البعيدة وكل شيء، وحبينا ننشطوا وعندنا معتمدي تذهب معانا وعندنا الإخوة الليبيين. هذه التظاهرة الاقتصادية أتاحت الفرصة لمواطني المنطقة لاقتناء حاجياتهم قبل حلول شهر رمضان المعظم، وللعارضين لتقديم منتجاتهم، ما أدخل حركية اقتصادية هامة برمادة. البلاد تحس محتاجة شوي للشيء هذا بحكم أول مرة يصير فيها رمادة المعرض هذا. أول مرة المعرض في رمادة. شنو اللي عجبك فيه؟ والله بصراحة عجبني في كل شيء، يعني تم حاجات يعني في المتناول به. هاي كتظاهرة تحرك برشا البلاد وتعمل حركة اقتصادية باية في وسط البلاد. وهي كبلاد رمادة معناتها ناقصة حركة اقتصادية ومعارض وكل شيء. حسين فما إقبال جيد وخارق العادة، وإن شاء الله يتكرر في مواسم قادمة، وإن شاء الله نجيو كل عام ونحيو البلاد هذه المنطقة الحدودية. معرض اقتصادي تجاري، فقرة من محطات متعددة تشهدها فعاليات مهرجان ورود الرمال برمادة العائد إلى الانتظام بعد توقف دام 6 سنوات. في الشأن الأمني، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس وقطب مكافحة الإرهاب سفيان الصليتي في تصريح اليوم بأن النيابة العمومية أصدرت منذ يوم الخميس الماضي تاريخ تلقيها لملف حادثة المنيهلة الإرهابية 27 بطاقة إيداع بالسجن ضد 27 موقوفا، وأطلقت سراح 14 آخرين وأبقت 16 في حالة احتفاظ إلى حين استكمال عملية استنطاقهم يوم الاثنين القادم. ونفى الصليتي ما راج في عدد من وسائل الإعلام حول إطلاق سراح المتهم عادل الغندري المتورط الرئيسي في أحداث بنجردان، مؤكدا أن النيابة العمومية أصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن. الإعلام والحرب على الإرهاب وخطاب الكراهية هو عنوان ورشة عمل نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالاشتراك مع جمعية نوات ومنظمة أنتر نيوز الإعلامية، ورشة تناولت في ثاني يوم من أشغالها الصحافة زمن النزاعات والإرهاب وكيفية إيجاد معادلة بين حرية الصحافة واحترام أخلاقية المهنة. الحرب المفتوحة على الإرهاب والنزاعات التي تشهدها مختلف المناطق الساخنة في العالم أحداث تتطلب تعاطيا إعلاميا خصوصيا معها، بدءا باختيار مصدر المعلومة وانتقاء الكلمات وصولا إلى صياغة الخبر ومدى تأثير الخطاب في الجمهور. مسائل تؤكد هذه الورشة ضرورة مراعاة معادلة احترام أخلاقيات المهنة من جهة وحساسية التعامل مع الجمهور من جهة أخرى. بالنسبة لنا كنقابة وطنية للصحفيين التونسيين، الهدف هو تطوير أداء الإعلام، الهدف هو الدفع نحو إيجاد إعلام يلتزم بمعايير المهنية ومعايير الجودة ومعايير الأخلاقية، وأيضا إعلام يعني يرتقي إلى مستوى أنه يلتزم كلية بمعايير حقوق الإنسان ولا يسقط في خطاب الكراهية، لا يسقط في خطاب تبييض الإرهاب ويعني التبرير لخطابات الإرهاب وخطابات العنف، ولكن في نفس الوقت يتمسك باستقلالية وسائل الإعلام وبحرية الصحافة. الصحفي لديه معيارين أساسيين في العمل، وهو المعيار القانوني والمعيار الأخلاقي. أحيانا يضطر الصحفي إلى تجاوز القانون بين الظفرين إذا كانت هنالك قوانين قمعية يعني تفرض قيود على مستوى الوصول إلى المعلومة ونشر المعلومة. يبقى المعيار الثاني هو معيار أساسي، نتحدث هنا على أخلاقية المهنة. الحرب في سوريا مثلت نموذجا للحديث عن التعاطي الإيديولوجي لإعلام النظام وارتجال إعلام المعارضة في التغطية الإعلامية للأحداث هناك ومدى تأثير خطاب الكراهية في الجمهور. خليني أحكي عن الصحافة المعارضة، يعني منذ خمس يعني مع بداية الثورة السورية نشأت بعض المشاريع الإعلامية بشكل ارتجالي حقيقة، قام بها في معظمها ناشطين وليس صحفيين. هي مشاريع بداية لم ترقى إلى في معظمها إلى مستوى العمل الإعلامي المتكامل. تنظيم ورشة عمل بمثل هذه الأهمية من حيث اختيار الموضوع وتنزيله في السياق العام يأتي بناء على معطيات قدمها المرصد الخاص بمراقبة وسائل الإعلام خلال فترات الأزمات والنزاعات المسلحة المحدث لدى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعدما لوحظ من عدم وضوح رؤية في التعاطي الإعلامي مع هذه الأحداث.
أخبارنا العربية والدولية نبدأها من العراق، حيث أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن ضربات جوية نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم قيادي بارز بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في مدينة الفلوجة. وتزامن ذلك مع ورود تحذيرات أممية بشأن تردي الأوضاع الإنسانية هناك. ضربة موجعة تلك التي تكبدها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الفلوجة المحاصرة، أين تواصل القوات العراقية مدعومة بغارات التحالف الدولي معركتها ضد هذا التنظيم. وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي اليوم أن غارات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم القوات العراقية في معركة استعادة الفلوجة قد أسفرت عن مقتل 70 من متشددي هذا التنظيم، بينهم قائد التنظيم بالمدينة ماهر البلاوي. وأضاف المصدر ذاته أن التحالف نفذ 20 غارة دعم للعملية العسكرية خلال الأيام الأربعة الماضية، وأن مقتل البلاوي وغيره من المتشددين لن يؤدي لتوقف العدو عن القتال، لكنه يمثل ضربة له. إلى ذلك أعلن قائد أحد أكبر الجماعات الشيعية المسلحة التي تشارك مع الجيش العراقي في عملية استعادة الفلوجة أن المعركة النهائية لاستعادة المدينة ستبدأ خلال أيام وليس أسابيع. وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع ورود تحذيرات بشأن تردي الأوضاع في مدينة الفلوجة، أين لا يزال نحو 50,000 مدني عراقي عالقين هناك. وقد ذكرت الأمم المتحدة أن بحوزتها تقارير عن موت الناس جوعا أو قتلهم لرفض تعاونهم مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة. في سوريا، وفيما أعلنت قوات التحالف الدولي إصابتها لهدف من أهداف ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والقضاء على أكثر من 100 شخص من عناصره، تعالت أصوات المنظمات الإنسانية المطالبة بضبط خطط لتيسير وصول المساعدات إلى مستحقيها في ظل ارتفاع عدد المحاصرين السوريين. في غارات مكثفة شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قضى ما لا يقل عن 100 شخص من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا، خبر ورد في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أكدته السلطات التركية التي تقول إنها شاركت في هذا القصف بعد ساعات فقط من تعرض بلدة كليس التركية لقصف صاروخي من سوريا أسفر عن إصابة 5 أشخاص. المصدران المتطابقان أكدا أن الغارات والقصف في المدفعي أديا إلى تدمير 7 مبان يرجح أنها تأوي عناصر مما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. ما وصف بالتقدم العسكري على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية يقابله فشل ذريع في إيجاد الحلول للأزمة الإنسانية الخانقة التي تعيشها سوريا وفق المنظمات الأممية، حيث أكد مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن عدد المدنيين السوريين المحاصرين من قبل مجموعات مسلحة تجاوز 590,000 شخص، وهي أرقام اعتبرها صادمة. المسؤول الأممي وفي كلمة بمجلس الأمن الدولي طالب الحكومة السورية برفع القيود عن وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بفتح المعابر أمام قوافل الإمدادات، مشيرا إلى تعمد الحكومة وجماعات المعارضة إرباك العملية الإنسانية. تصريح شكك في دقته بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، مؤكدا أن معظم أعمال العنف ضد المدنيين في سوريا بسبب التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. مراقبون دوليون اعتبروا أن بين الخطط العسكرية والتصريحات المضادة ضاعت الخطط الإنسانية ودفع المدنيون الضريبة باهظا. في اليمن، قتل 14 يمنيا من المدنيين وأصيب 102 آخرون في عمليات خرق الهدنة التي تقوم بها قوات الحوثيين وصالح في 7 محافظات يمنية خلال أسبوع واحد، وذلك حسب ما أفادت به اليوم وكالة الأنباء اليمنية. وكان قصف الأحياء السكنية السمة البارزة لهذه العمليات التي ترتكز معظمها في مدينة تعز المحاصرة منذ عام. وصلت اليوم إلى ميناء تورنتو الإيطالي باخرة إسبانية وعلى متنها نحو 705 من المهاجرين غير الشرعيين، تم إنقاذهم في عرض البحر الأبيض المتوسط. واستنادا إلى متحدث باسم البحرية الإيطالية، فإن كل المهاجرين أتوا من إفريقيا ومعظمهم من نيجيريا وإريتريا، وقد تمت نجدتهم خلال 4 عمليات إنقاذ، موضحا أن أغلبهم في صحة جيدة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام زيارة أداها إلى اليونان أن روسيا لن تجري أي مباحثات مع أي دولة بخصوص إعادة القرم إلى أوكرانيا. في تعليق على تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني أكد خلالها أن شبه جزيرة القرم ستعود إلى أوكرانيا. وبخصوص ملف نشر الولايات المتحدة الأمريكية درعا صاروخيا في أوروبا أكد بوتين أن بلاده سترد على هذا التحرك في الوقت المناسب وستضطر لاتخاذ التدابير اللازمة لأن الدروع الأمريكية التي يتم تشغيلها من الأراضي الرومانية يمكن تحويلها إلى منظومة هجومية بمجرد تغيير البرمجيات. والآن إلى أخبار الرياضة. فقد أعلن رئيس الملعب التونسي غازي بن تونس صباح اليوم ضمن ندوة صحفية أقيمت بتونس العاصمة أعلن انسحاب فريق أكابر كرة القدم من سباق البطولة الوطنية وإلغاء التحول إلى المتلوي لمواجهة نجم المتلوي. وأرجع بن تونس القرار إلى عدم شرعية القرارات التي اتخذتها جامعة كرة القدم بحق الفريق وعدد من اللاعبين حسب رأيه. وكانت الجامعة قررت شطب اللاعبين خالد القربي وسيف العكرمي وقيس العمدوني من ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة على خلفية الاعتداء بالعنف على حارس مرمى مستقبل المرسى يوسف الترابلسي. الملعب التونسي جمعية محترمة وتحترم القوانين، وكان انتوما ما تحترموش سامحني مش نحكي عليكم انتوما كصحاب، نحكي على المكتب الجامعي ما يحترمش القوانين نتاعو، احنا ننسحب من هذه اللعبة، احنا ما نشاركش في المهازل وما نشاركش في اللعب القذرة، ما ندخلش فيها، احنا ما عندنا حتى أجندة، احنا الملعب التونسي رؤساء القدامى تو ما عندناش أجندات، ولا الكرة وسطك احنا خويا نخرج من الكرة. تدور يوم غد الأحد بداية من الساعة 4 بعد الزوال مقابلة الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم، ويستضيف فيها نجم المتلوي الملعب التونسي، وينزل الترجي الرياضي التونسي ضيفا على الترجي الجرجيسي، فيما يلتقي مستقبل المرسى أولمبيك سيدي بوزيد ونادي حمام لنف مستقبل القصرين، ويباري النادي الإفريقي النادي الصفاقسي، ويتحول النجم الساحلي إلى جابس لملاقاة الملعب الجابسي، فيما تستضيف القوافل الرياضية بقفصة شبيبة القيروان واتحاد بن قردان النادي الرياضي البنزرتي. وفي أخبار الرياضة أيضا، قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني إن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية يخطط لاستهداف بطولة أوروبا لكرة القدم المقررة في فرنسا بين 10 من جوان و10 من جويلية القادمين في 10 ملاعب بمختلف أنحاء البلاد، وذلك رغم عدم توفر أي دليل مادي في الوقت الحالي على ذلك. وتأتي تعليقات المسؤول الألماني بعد أن أكد رئيس المخابرات الفرنسية أن عناصر هذا التنظيم يستعدون لجملة من الهجمات بالقنابل على الحشود الكبيرة المتوقعة في البطولة، حيث من المنتظر حضور نحو 2.5 مليون شخص. بالرياضة نختم النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تجمع عمالي بساحة محمد علي للاحتجاج على مشروع قانون رفع سن التقاعد ودعوة الحكومة إلى احترام الحوار الاجتماعي والتعهدات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. الصحافة زمن النزاعات والإرهاب والمعادلة بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة، محور اليوم الختامي لإشغال ورشة عمل بالعاصمة. في العراق مقتل 70 مسلحا بينهم قيادي فيما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في ضربات للتحالف الدولي على مواقع في الفلوجة. شكرا جزيلا على المتابعة، إلى اللقاء.